وداعا للعلامة المائية في كاب كات من النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ معاكم يوسف حياتي، ورجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد. فيديو النهاردة ان شاء الله صديقي جاي اجيب لك خلاص الحل النهائي حرفيا لمشكلة كاب كات العلامة المائية اللي بتكون فيه بطريقة سهلة وبسيطة ومجانية ومن داخل النسخة الرسمية للتطبيق، يعني مفيش اي حاجة مخالفة او اي حاجة هيكون فيها مشكلة، لا الطريقة من جوه تطبيق كاب كات نفسه. وانا عارف يا صديقي انك هتقول في علامة السوداء اللي بتكون في اخر الفيديو وتدوس على حذف، ولكن انا هريحك منها النهاردة اطلاقا حرفيا، فما تجريش بقى من الفيديو واتفرج على الفيديو لحد الاخر عشان تفهم كل حاجة حرفيا، وخليها مش هتظهر لك مرة تانية خالص اصلا. فيلا بقى يا صديقي لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد عن المونتاج وعن التصميم، وكمان تضغط على زر اللايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. وبس كده شباب ويلا بينا على الشرح. بص يا سيدي، ادي عندك برنامج كاب كات مفيش اي مشكلة، هتفتح تطبيق كاب كات بالشكل ده، بعد كده نروح على مشروع جديد وتجيب اي صورة او اي فيديو عندك من المعرض، لو يكون مثلا نروح على مكتبة كاب كات ونجيب الصورة السوداء بالشكل ده. نفترض ان ده فيديو او صورة انت بتمنتج الفيديو بتاعك عادي جدا على كاب كات، هتلاقي حاجة يا صديقي مهمة جدا، وانت هتلاقي علامة مائية في الاخر زي ما انت شايف كده يا صديقي، دي العلامة المائية بتاعة كاب كات، هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده. حرفيا انا بلاقي ناس كتير جدا بتصدر فيديوهاتها بالطريقة دي. طب يا عم الحاج، انت لقيت دلوقتي في علامة مائية متاح بسهولة جدا انك تشيلها، اهو دوس على حذف هتلاقي خلاص العلامة المائية اتشالت وكده الفيديو بتاعك ما بقاش فيه علامة مائية. طب لو انا بقى عايز، شايف انت دي النهاية او دي الكروما او الفيديو اللي بينزل لك في اخر كل فيديو علشان تشيله او تسيبه زي ما انت عايز، ولكن انا بحب ان انا اشيله عشان ما بقاش فيه علامة مائية في الفيديو بتاعي. انا بقى لو عايزها ما تظهرش خالص، كل ما افتح مشروع ما الاقيش العلامه دي موجوده او ما الاقيش المقطع ده موجود، هو يبقى من نفسه متشال. طب هعمل ايه؟ بكل بساطه يا صديقي هتروح على الاعدادات اللي فوق، بعد كده يا صديقي هتلاقي في حاجه اسمها اضافه نهايه افتراضيه، بكل بساطه هتلاقي جنبها مفتاح، هتدوس على المفتاح ده، بعد كده يا صديقي هتدوس على كلمه تجاهل. اول ما تدوس على كلمه تجاهل بالشكل ده كده يا صديقي هتلاقي حرفيا ما بقاش في نهاية بتيجي لك في اخر الفيديو. طب هنروح بالشكل ده برضو ونجيب نفس الصورة السوداء اهو زي ما انتم شايفين كده يا شباب، انا مش هقطع معاكم يعني مفيش اي مونتاج هيحصل في اللقطة دي، اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، هدوس على كلمة اضافة، بعد كده يا صديقي هتنتظر لحد ما المشروع بتاعك يتفتح، اول ما يتفتح معاك هتروح على اخر المشروع مش هتلاقي فيه نهاية زي ما انتم شايفين كده اهو، مفيش اي نهاية، الكرومة او المقطع اللي كان بيتضاف للعلامة المائية في الاخر اتشال من تلقاء نفسه. كل فيديو هتمنتجه او كل حاجة هتعملها على كاب كات خلاص كده انت منعت ان الكروما دي تظهر، فكده مش هيكون معاك اي مشكلة في التطبيق وهتمنتج براحتك عادي وتصدر من غير اي انك تشغل بالك بقى بنهاية او علامة مائية او بالكلام ده كله. فيا صديقي بقى لو استفدت من الفيديو بتاع النهارده اتمنى انك بقى تحط لنا لايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من الناس، وتشترك في القناه لما كنتش مشترك، وتفعل زر جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديو جديد عن المونتاج وعن التصميم الفتره الجايه ان شاء الله. كان معاكم يوسف حاتم من قناه يوسف حاتم ستاتيوز، وطبعا ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات لان رايك مهم جدا جدا بالنسبه لي، وقولوا لي برضه لو عايزين افكار ثانيه الفتره الجايه. كان معاكم يوسف حاتم من قناه يوسف حاتم ستاتيوز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.